كي نعلن عن ضربة أمنية قوية وجهة العناصر الإرهابية، وما سنعلن عنه اليوم سوف يسلك صدور أسر شهداء حادثي الفرافرة والضبعة وكافة أسر الشهداء الذي سيتناوله هذا العرض. تواصلت جهود الوزارة في ملاحقة العناصر المتورطة في العديد من الحوادث الإرهابية إلى اتخاذ مجموعة من الكوادر الإرهابية الأساسية بتنظيم أنصار بيت المقدس من منطقة جبلية وعرة لمنطقة أم جراف بصحراء جبل الجلالة بالسويس، ملاذا للاختباء والانطلاق منها لتنفيذ مخططاتهم العدائية وارتكاب الحوادث الإرهابية. تم إعداد مأمورية بمشاركة القوات المسلحة والأمن المركزي وقطاعات الوزارة المعنية لمداهمة المنطقة المشار إليها، وعقد تبادل إطلاق كثيف للنيران بمختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة. أصفر ذلك عن مصرعهم جميعا وعددهم 7. تم تحديد شخصيتهم من خلال تحليل الحامض النووي DNA، وهم الإرهابي أحمد محمد السيد عبد العزيز السجيني واسمه الحركي مصعب، الإرهابي أحمد محمد عبد الغني محمود واسمه الحركي أنيس، الإرهابي أحمد عبد التواب رمضان جاد الرب، الإرهابي أحمد حمدي محمود سالم، الإرهابي علي رشاد محمد مسعود، الإرهابي أحمد محمد سلمي واسمه الحركي أبو محمد، وأسر على أشلاء جثة جاري العمل على تحديد هويته.